وحنروح لمساحة جديدة ضمن صباحنا غير لليوم، حنروح لمساحة من العمل التطوعي والإنساني يلي بيتجلى بأعمال وأنشطة فريق مجد التطوعي 2020. رح نحكي اليوم عن الأنشطة يلي عم يشتغلوا عليها، نحكي عن الفريق، عن الصعوبات والتحديات وشو مخبينا لبكرة. بدي رحب بغالية الطباع، بدي لك سعد صباحك، وانت حضرتك مؤسسة فريق مجد 2020. تمام. وايضا بدي رحب بإبراهيم رشيد وهو مسؤول المتطوعين في الفريق. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم، كيف صباحكم؟ رواق الرواق. يا هلا. مع انه الطقس عم يقلب شوي، بس يعني ساعدنا هيك بحدود المقبول، يعني معلقانين شوي بالصيف يعني. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم. رح نبدا معك غاليه، وهيك نتعرف من خلالك على فريق مجد 2020، متى كان التاسيس وابرز النشاطات يلي صارت لحد اليوم؟ هلا مجد 2020 بلش بسنه 2020 وقت الكورونا، قبلها بشوي يعني. كان حلمنا نزرع مليون شجره بسوريا. نحن زرعنا شيء 40,000، وكمان ندعي كل العالم ايمتى ما نزلت شجره بتراب سوريا انه يخبروا فريقنا او يصوروا لنا اياها لحتى نحتفل فيها سوا، ونعرف انه يعني ان شاء الله وصلنا لهذا الرقم، لانه تحسي بيعطيكي امل لمستقبل طبعاً. اخضر هو رقم ضخم، فاكيد بده جهود كثير كبيره وبده مده زمنيه، بس قديش حلو لما يتحقق. بيني وبينك هو كان بيتحقق بسنه واحده، يعني اذا قسمنا على كل محافظه 100,000 شجره وزرعناهم بموسم الزراعه من شهر 10 لشهر 4 كنا خلصنا، بس قصه الكورونا وقصه المواصلات، خاصه انه بنزرع بالريف والبنزين والمازوت وهيك، جدا اخرنا هذا الشيء. معوقات مثل ما قلت، صعوبات. بس نحن مثل ما كنت عم تقولي شو عملنا، اتجهنا لشغلات ثانيه، قلنا لما ما بنزرع بالارض بنزرع بالانسان، فيعني بالوقت اللي ما في زراعه ما بنقدر نزرع، بنحاول نعمل اعمال خيريه، نساعد الفرق الثانيه، نعمل تشابك مع الجمعيات والشغلات الثانيه اللي عم تشتغل للخير لسوريا. كان لكم نشاطات ولكم تواجد كثير ضمن العمل الانساني، ومؤخرا شفناكم بجزيره ارواد بحادثه المركب اللي غرق. الله يرحمه. خبرونا عن تواجدكم ضمن الجزيره، شو عملتوا؟ سؤال مشترك الاثنين اذا بتحبوا. شو ابراهيم، وين بلشنا اول شيء؟ صراحه يعني نحن لما شفنا النخوه والشجاعه اللي عملوها بجزيره ارواد، فنحن صحيح يعني كانت ملفته، معك حق، كثير ملفته للنظر، فكثير نحن حبينا نروح نشاركهم هذا الشيء، نشوفهم على حقيقتهم. فنحن حبينا طلعنا لجزيرة أرواد وشاركناهم هي الفرحة، حكونا الصعوبات والمشاكل اللي واجهوها، وكان في كتير أشخاص يعني ضمن التكريم اللي كنا نحن عاملينه رفضوا يظهروا على الشاشة، لأنه هن مآمنين أنه هذا الشيء هن عملوه كرمال طيبة خاطره. ويعني وهذا ما شيء غريب، يعني هذا طبعا الشعب السوري كله هيك متربي على النخوة والعز. قمتوا بتكريم الاشخاص اللي كانوا متواجدين اثناء عمليه الانقاذ؟ هلا نحن كفريق بيئي يعني كان تكريمنا نحن طالعين نتعرف عليهم اكثر ونزرع عندهم، فقدمنا لهم كلاتهم شجر مثمر انه يزرعوا قدام بيتهم، وزرعنا جوات قلعه ارواد ياسمين، حملنا لحتى انه ذكرى من الشام لهم. وبنفس الوقت اتفقنا مع احد الاشخاص يعني كان حابب يشارك فريقنا، وزع شيء مادي. وهون عم اقول انه ابراهيم مثل ما قال في منه شفناهم عم يركضوا يهربوا، ما بدهم هيك، عم نحن ركضنا وراه لهذا الزلمه. قصدك من ال ما بدهم يتكرموا ماديا ولا بدهم انه مساعده، قبلوا الشجره منا. فلما عم نقول له انه ليش عم تهربوا هيك، قال انه يعني هاد واجبي، بس حكى لنا كيف انه انقذوا العالم العايشه. خلينا يعني عفوا هيك غاليه نعرف هي التفاصيل منكم، قديش تفاصيل مهمه وانسانيه ويمكن مؤلمه كانت. يعني تلاقي مثلا لاجئ من حلب، هو كان موجود لاجئ متخبي بجزيره ارواد من بعد الاحداث بحلب، هو وابنه عمره 16 سنه انقذوا شيء 7 اشخاص. من الشغلات المفارقات اللي ما يعني يمكن القصه ما بتضحك ابدا، بس اللي يعني القدر احيانا بيضحكك، انه 3/4 العالم اللي انقذوهم هن العالم ما معهم ستر نجاة، عالم بتحسيهم ما بيعرفوا يسبحوا، هدول شو في هدول اللي نفدوا. حكى لنا هذا عمره طويل مثل ما بنقول عن جد. حكى لنا مثلا بنت يا حرام راحوا اخواتها قولي وهدول انه قدروا ينقذوها لحالها، طلعت لا عم يقدروا ياكلوا لا عم يقدروا يشربوا. في كمان لقى اثنين رابطين حالهم ببعض، هدول معهم ستر انه مشان يتونسوا ببعض، واحد دايخ واحد لا عم يحاول يحمله، كمان انقذه. هلا هو طبعا هون رفض، انا رح اقول اسمه للشاب بدي استغل لانه هو رافض هذا الشيء، اسمه محمد الجندي.
من جزيرة أرواد، هو وابن عمه هن اللي ما ناموا، يعني يروحوا صرفوا المازوت تبعهم، طلعوا كان الموج عالي. بنوجه لهم كل التحية اليوم عبر صباحنا. وطبعا المهرب بعتهم بوقت النوم، بعتهم بوقت اللي كان الموج عالي، وبعتهم باتجاه سوريا مو باتجاه هذيك، يعني كانت القصة شوي مقصودة. بصراحة بحطه بيزمتي يعني لهذا المهرب. وبتزعلي يعني إنه تألمنا كلياتنا من المنظر اللي شفناه. في 30 شخص مو معروفه ملامحهم، بس يمكن يوم تواجدكم او شيء. تحياتنا لكل اهالينا بجزيره ارواد، يعني يعطيكم الف عافيه، كنتوا قد وقدود يعني مثل ما بيقولوا. كنتم وجودكم معهم يمكن مو بس زرع هاي الشجره، زرع انه كلمه شكرا اللي هي اكيد متعود عن كل الماديات اليوم مجد. فعلا فعلا يعني جد لما تشوفيهم تطلعي انه يا الله بسوريا هيك الابطال لابسين قواعي عادي عم يمشوا بالشارع جنبك ولا مبين عليهم، اطفال صغار، يعني الابطال مو الابطال اللي عضلات وعم يطلعوا على التلفزيون. نخوه في نخوه حلوه كانت عن جد. يعطيهم الف عافيه، اكيد تشرفنا فيهم. اكيد وكل التحيه لهم. خلينا ننتقل لنشاطات ثانيه اقمتوها، ورح نكون معك ابراهيم. كنتوا بمصياف الشهر الماضي وكان عندكم اربع نشاطات، خلينا نضوي عليهم اكثر. اتجهنا لمصياف، نحن كان عندنا نشاط نحن بنعمله بشكل متكرر، هو اسمه بنقول له خبزه ولحمه. نحن بنوزع فيه خبز ومثلا لحومات، مساعدات إنسانية بشكل عام هي. تمام. فحبينا نطلع على مصياف نغير شوي عن دمشق، انه نشوف اهلنا بمصياف هناك. في كثير اشخاص متضررين وخصوصا متضرروا بالحرائق اخر فتره الماضيه. صحيح. فحبينا نروح لهنيك ويعني نضوي عليهم اكثر الشيء هدول العيال. كيلو عقل. وان شاء الله ان شاء الله لقدام مكملين معاهم. وغير هيك كان عندنا نشاط تبع القرطاسيه، اتجهنا فيها لمدارس بمعظم دمشق وريف دمشق، وزعنا فيهم قرطاسيه مشكله. وعملنا نشاطات بالمدارس مع الاطفال، وكان كثير نشاط حلو بياخذ العقل. طبعا نحن ما لنا فضل، نحن فريق تطوعي، نحن مجرد لينك، يعني صله توصل بين عالم حابه تساعد طبعا وبين الناس اللي عم بتساعد. هاي بدي اسالك عنه مجد، اليوم تشاركيه المجتمعات الاهليه، اليوم احساس اي حدا، وخاصه اليوم في دعم من المغتربين السوريين للجمعيات السوريه اللي عندنا. يعني هلا للجمعيات ايه، نحن كفريق تطوعي ما بحق لنا ناخذ مساعدات، فنحن شلون قرايبيننا رفقاتنا، نحن بين بعضنا احيانا بنلم صحيح مو مبلغ كبير، او مثلا بنعلن انه نحن بنقدر نقبل مثلا الشنطه مثل ما هي بدون ما تعطينا حقها. اصلا بتعطي شيء اجمل انك انت يعني كل واحد بيقدم الشنطه. بس قدمهم الدعم اليوم انتم بحاجته كمان، يعني تماما نتمنى انه يسمحوا لنا كفريق تطوعي، بس كجمعيه لسه ما عندنا القدره انه نروح نفتح نستأجر مقر ونجيب ونقدم وراق وكذا، وهيك كثير شغلتها صعبة. فنحن بنحس انه لما يكون في مشكلة حنخلق بنساعد سوريا، ولما ما يكون حنزرع، بس هي هي. مهم نعمل شيء، وفعلا يعني قديش حلو التطوع ابراهيم، قديش حلو شعور، يعني قد ما كنت بتكئب احيانا اوضاعنا وبتزعل وتصير معك قصص بتضغطي، بس لما بتروحي بتعملي شيء لحدا ما بتعرفيه ابدا، انت اللي بتستفيدي اكثر منه، يعني بترجعي تحسي انه انا في سبب لوجودي بالحياه. صحيح انا بسوريا وما في كهرباء وكل شيء وعندنا الف قصه مشكله، بس بنفس الوقت محبتنا لبعض بتعطيكي امان 100% لقدام. يعني هي هي القيمة النبيلة اللي بيزرعها التطوع، لما انت بتعطي بدون مقابل، قديش مهمة هي الثقافة ترجع بقوة للمجتمع السوري. نشاطاتكم عم تكون متنوعة وعم تلائم مثل ما قلنا الاحتياجات والظروف اللي عم بتكون بسوريا. حاليا عم تجهزوا لفعالية او نشاط جديد مع محافظة دمشق، يمكن خلينا نحكي عنه اذا بتحبوا. حاليا النشاط الجديد اللي عم نجهزه مع محافظة دمشق، طبعا بوجه له كل التحية استاذ طارق كريشاتي، وانا كمان على فكره هذا المحافظ بيجنن، يعني بكره شوفوا قد ايه حيعمل شغلات حلوه سوريا. احنا شفناه بالقنيطره كمان قد ايش ساعدنا بفريق كتير. هو يعني كتير. مثل ما بيقولوا له بصمه كان بحماه، فاليوم احنا يعني متفائلين فيه، يعني من قلبه من قلبه، يعني اول ما فتنا عم يعطينا كل الموافقات، يعني منه اخذنا تقريبا الموافقات، ولسه يعني اللي تحته عم يعطونا اياها شوي شوي باقي الموافقات لنزرع، يعني 14000 شجرة وعطانا 14000 شجرة بقلب العاصمة دمشق. إن شاء الله حددتوا الأماكن يعني التمركز وين راح تكون ولا هلا عم نمشي لسه بالقصة معهم شوي شوي؟ يعني اللي يعني محددين إنه بقلب العاصمة دمشق، ما حددنا الأماكن بالضبط وين،
بس ان شاء الله لقدام يعني حنعلن اكيد على الاماكن اللي حنكون فيها، لانه اكيد نحن بنلزمنا كمان دعم العالم يكونوا متواجدين معنا اكيد للمساعده اصبحت. وهون نحكي على مشروع نهر برده. مشروع نهر برده مدى دكتوره غاده بلال، بتمنى شي مره كمان تشوفوا واستضيفوه، عم يشتغلوا على نهر برده من المنبع لهون للمصب، يعني كيف شوفي، ونحن على اساس نزرع جنبها على الطريق كلياته. وكمان محافظ اللاذقيه على فكره حابه انا كمان وجه تحيه لهم، مثل ما قدم لنا محافظ دمشق هالتسهيلات، محافظ اللاذقيه كثير كمان عم يساعدونا، عم نجهز فريقنا باللاذقيه لحتى نزرع كمان ضمن المحافظ. قد ايه مهم هدول التسهيلات اليوم من الجهات الحكوميه، يعني اليوم ضروريه جدا يعني كرمال تسهيل يعني العمل. يعني صراحه مو مستفيدين شيء، هو عمل تطوعي وعمل خيري ولزرع هاي البسمه والشجره. طيب جايين على عيد الميلاد وفي تحضيرات حلوه، يعني احنا بنتفائل دائما بالشجره، بابا نويل، بالاغنيه، هدول الاشياء البسيطه اللي بيحسنوا من نفسيه اي حدا ممكن يشوفهم. خبرونا شو محضرين للميلاد، فما بعرف مين حابب. هلا نحن دائما عندنا بالميلاد تذكر شجره الاكلات الطيبه اللي عملناها بالشعلان، عملنا شجرة وعلقنا عليها غزلة وعملنا تحت صندوق الأمنيات. ليه ما جبتيها معك فيها غزلة؟ بصراحة أكلوها الأولاد، عرفتيهم الأولاد يا حرام المتشردين، فبتذكر جيت أنا عم بعطيها هيك علبة غزلة ثانية بقول لي لا لا وجعني بطني من قد شو أكلت أكل منها. شجرة أنت اللي مكسر الشجرة أكلها كلها يا حياتي. إيه فيعني إن شاء الله عم نحاول نلاقي منطقة ثانية نعمل فيها شجرة، مثل ما قلنا صندوق الأمنيات هذا بتذكر الواحد اللي حط أمنيته وقدر نجتمع مع دكتورة عيون وقتها عامل عيونه و يعني كان حيفقد النظر، قام بالصدفه فتنا على محل، شوفي كيف الله بيرتب الامور، انه كان بالكريسماس حاطط انه انا امنيتي يرجع لي نظر عيوني، ففتنا على محل عادي حاملين الصندوق عم نرتب، قام سلمت علينا وحده ما بنعرف نظام، قال انا دكتورة عيون، قلت لها هلا حدا حط امنيه انه يرجع لي، قال بعتيه لعندي وراحت وساوت له الابر كلها تبع عيونه ورجع له النظر الحمد لله. قد ايه حلو جبر الخاطر اليوم ولو كانت بتفاصيل كثير بسيطه يعني. فعلا. في حفل موسيقي حنشوفه بالميلاد؟ لهلا مالنا متاكدين. ما عملنا هيك شيء حاليا. اذا بيتبرعوا موسيقيين او يعني حدا بيعزف انه يعزفوا تحت شجره حلوه مثلا، نسعد هالناس اللي بالشارع الكذا انه اكيد بنحطهم بعيوننا وبنعلن عنهم وبنطلعهم معنا واللي بيريدوه. خبرونا كمان عن الاجواء اللي عم بتكون بيناتكم كفريق، عن عددكم، مين الفئات العمريه اللي موجوده، اذا حدا عم يسمعنا وحابب ينضم لفريق مجد التطوعي كيف بيقدر؟ مسؤول المتطوعين. هلا حاليا تتراوح اعمار المتطوعين عنا، بنستقبل من 18 وطالع، يعني ما في عمر محدد، عنا اشخاص عمرهم 50 و55 ضمن الفريق. قديش عدد المتطوعين؟ عدد المتطوعين بدمشق 70 واحد فيك تقولي، وفي بكل محافظة سورية حوالي 10-15 واحد. طبعا هذا نحن العدد ما بنعتمده، لأنه نحن وقت عنا أي نشاط مثل ما قلت لك نحن بيجي كثير عنا ناس ما بنعرفهم، بس هن خلص انتمائهم أنه هن بمجد، كل واحد بيجيب 10 بيجيب 10 صحيح. هلأ حاليا عم نجهز لعيد ميلاد الفريق، هو ب 14 شباط عيد الحب، عم نجهز اغنيه لفريقنا ان شاء الله حتكون كثير حلوه، ويعني نحن من هذيك السنه عم نجهز لها، هي السنه ان شاء الله حيتم اطلاقها ان شاء الله. دائما نحن عم نغنيها العالم بالشارع هن بيغنوها، يعني مثلا انت بتقولي جمله هي كلمه كذا، ما في الا موسيقى، لقينا بالاستوديو ما زبطت مثل ما بدنا، فقررنا انه كلماتها كلها لسوريا وعن الزراعه وعن الحب وهيك، وعملناها بالحقيقه. حلوه الفكره، ساويتوها كثير. ايه عملناها صورناها، هلا ان شاء الله بنطلقها ب 14/2/2023 بعيد الحب. بعيد الحب. ان شاء الله تكون بدايه حب عليكم. اليوم كثير حلو روح التعاون بين الفريق الواحد، قد ما كان عدده يعني كان كبير، احيانا بيقولوا العدد الكبير ممكن يخلق شويه حساسيه او مشاكل، ولكن طالما في يعني هذا الروح التعاون والمحبه اكيد حتنجحوا. غاليه خلينا نحكي عن بكره، هلا كان لكم انشطه، كان لكم تواجد، كان بالتشجير، بالزرع، بالاعمال الانسانيه، شو ريدكم؟ في شو الرؤيه يعني شو متخباي لبكره؟ هلا نحن حلمنا انه نعمل مؤسسة انسانية عالمية مع المستقبل ولها علاقة بالبيئة، نحن اخترنا الشجر لانه هو الشيء الوحيد اللي بيضمن لنا بكرة بهذا الزمن،
يعني اذا ما بنقدر نترك لاولادنا كل شيء غامض بمستقبلنا، بس نترك لهم خضار وشجر لالهم ولكل الكائنات الحيه الموجوده بسوريا، هذا حلمنا ببكره ان شاء الله بيتحقق مثل ما تحقق. وشجره عيله سوريه واحده، يعني كلنا بقى نتذكر انه نحن جذورنا واحده، يعني نحط ايدنا بايد بعض ونشوف ثمارنا قديش حلوه قد ما كانت مختلفه. يعني ان شاء الله ان شاء الله هيك بتحقق اللي ببالكم، طالما نيه خير فهيك اكيد رب العالمين حيوفقكم. شكرا كثير لحضوركم لليوم. يعطيكم الف عافيه. شكرا لكم، صباح الفل لكم لكل عام. اهلا وسهلا فيكم، نورتونا وكل التوفيق بنشاطاتكم القادمه. شكرا كثير.